جامعية سن 21 سنة من مدينة المضيق. وأنا محسن سن 23 سنة مقاول ذاتي مدينة المضيق. المرحلة الثانوية كانت أحسن مرحلة في حياتي، اللي فيها تعرفت على أميمة وبزاف الحاجات تبدلوا في حياتي. يعني تعرفت على أميمة بالأيام الثانوية غير بالصدفة، دخلت المدرسة جبرتها مع واحد صاحبتها، شفتها عجبتني ما هضرتش معاها، هضرت مع صاحبتها. وملي مشيت للدار فتحت الفيسبوك، معنا كنت ديجا مصرد لها انفيتاسيون، جبرتها قبلت، من تما بدات العلاقة ديالنا. أول مرة هضر معايا محسن حسيت به جدي، ماشي فحال أي واحد يعني كيبغي يتفلى، بالعكس وهذه هي الحاجة اللي زادت علقتني به أكثر. ومحسن واحد الإنسان اللي حنين بزاف، طيب، قلبه كبير وكيساعدني بزاف. بارك أنا للعروسة ببرنامج شفتو أول مرة، الموسم الأول اللي عيدت على العروسة شفتو. كان دائما الحلم ديالنا أننا نشاركوا في هذا البرنامج هذا، حيت من ديما كيعجبنا بزاف سواء أنس ومحسن.